سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء. بالعامية السودانية. رسالة لوغا إلى ثيوفيل. الحلقة 20. ازيك يا خالتي صوفيا؟ أهلا وسهلا. أهلا مرحبا. أهلا وسهلا. تفضل. اتفضلوا يا أولاد. الحمد لله كويسة. الله يخليكم. الحمد لله. مشتاقين للقصص الجميلة عشان نسمعها. إن شاء الله. في المرة اللي فاتت يا جماعة اتكلمنا عن تفاصيل عيد النجاة والرحمة اللي كان آخر عيد احتفل به سيدنا عيسى عليه السلام مع حيرانه قبل صلبه. أها بعد ذاك حصل نقاش بين حيران سيدنا عيسى عن منه هو أعظم واحد فيهم. سيدنا عيسى قال لهم: يا أحبة، ملوك الشعوب وأصحاب السلطة هم اللي بيسيروهم، وهم اللي بيتقال عليهم العظمة بالرغم من إنه بعضهم ما بيخدموا الناس، لكن أنتم ما مفروض ده يحصل لكم، وأعظم واحد فيكم لازم يكون متواضع زي أصغر واحد ويخدم الناس تحته. دلوقتي خليني أسألكم، يا تو واحد أعظم من الثاني، اللي بيكون قاعد في السفرة ولا اللي بيخدمه؟ طبعا اللي بيكون قاعد في السفرة، لكن مع كده ومع إني أنا كبيركم يشرفني إنه أخدمكم بكل سرور. وبعد ذاك سيدنا عيسى قال لحيران المخلصين الحداشر: يا أحبة، لأنكم ضحيتوا ولازمتوني حتى في الأوقات الحرجة، عشان كده وزي ما ولي الرحيم اداني سلطة المملكة الموعودة، أنا برضو بوعدكم إني أديكم السلطة عشان تتولوا عروش قبائل بني إسرائيل الاثناشر في المملكة دي، وكمان حتاكلوا وتشربوا معي فيها. وبعد كده سيدنا عيسى نادى بطرس وقال له: سمعان يا سمعان، إبليس رئيس الشياطين حيحاول يفتنكم كلكم في إيمانكم، ومع إنه إيمانك يا سمعان حيضعف، لكن أنا دعيت ليك الله عشان إيمانك ما يخيب لفترة طويلة، ولما إيمانك يثبت أمش ثبت أخوانك كمان. يا سيدنا، أنا مستعد أمشي معاك السجن، ومستعد أموت معك كمان. وسيدنا عيسى خاطب سمعان باسمه الثاني وقال له: يا بطرس، الليلة قبل ما يصح ديك انت حتنكرني 3 مرات. وبعد كده سيدنا عيسى سأل حيران وقال لهم: يا أحبة، قبل كده لما رسلتكم للدعوة بدون مال ولا عفش ولا أحذية زيادة، كنتم محتاجين لأي شيء؟ كانت في حاجة نقصاكم؟ لا أبدا 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 يا سيدي. طيب أبدا. طيب يا أحبة، دلوقتي اللي عنده مال ياخده معه، واللي عنده عفش ياخده، وإذا ما عندكم سيوف بيعوا جزء من ملابسكم واشتروا من تمان سيوف، لأني بأكد لكم إنه المذكور عني في كتاب الله حتما حيتم، وحاتعدى من ضمن المجرمين، وده حيتم حسب ما المذكور في كتاب الله. يا سيدنا، نحن هسه معانا سيفين. خلاص ده كفاية. وبعد ذاك سيدنا عيسى مرق من أرض العشاء ومشى الجبل الزيتون زي عادته، وحيران كانوا معاه إلا يهوذا الخاين لأنه مرق أثناء العشاء. سيدنا عيسى لما وصل الجبل قال لحيران الحداشر: يا أحبة، صلوا عشان إيمانكم ما يزعزع. وبعد شوية سيدنا عيسى زح من جنبهم وبرك على ركبتيه ودعا الله وقال: يا ولي الرحيم، إن شئت أبعد عني الكأس المر والآلام الحاجاسيها، لكن حسب إرادتك أنت ما حسب رغبتي أنا. وفي الوقت ده ظهر لعيسى ملك من السماء عشان يقويه، ولأنه كان متوتر جدا بقى يدعو الله أكثر بشدة، وعرق شديد لغاية ما عرق صب في الأرض. ولما خلص الدعاء بتاعه رجع لحيران ولقاهم نايمين من التعب بسبب الحزن، وقال لهم: انتوا نايمين ليه؟ قوموا صلوا عشان ايمانكم ما يزعزع. وفي اثناء ما كان بيتكلم معاهم
جات عصابة قايدة يهوزة الأسخريوط، كان واحد من الحيران الاثناشر، ويهوزة قرب لسيدنا عيسى وتظهر بأنه بيقبل فيه للتحية. سيدنا عيسى قال له: يا يهوزة بقبلة تخون سيد البشر؟ وحيران سيدنا عيسى اللي كانوا موجودين معاهم لما شافوا الحصل ده قالوا له: يا سيدنا عاوزنا نضربهم بالسيف؟ واحد منهم فعلا سل سيفه وضرب العبد بتاع رئيس الأحرار لأنه كان قريب له وقطع له أضانه اليمين، لكن سيدنا عيسى قال له: وقف اللي بتعمل فيه ده، ومس مكان الضربة بيده الشريفة والعبد شفى. وبعد ذاك قال لرؤساء الأحبار وقوات حرس بيت الله والشيوخ الشعب اللي جوا عشان يقبضوا عليه: يا ناس أنا حرامي عشان تجوا هاجمين على لبن سيوفكم وعصيكم؟ أنا كنت موجود معاكم يوميا في بيت الله وما قبضتوا علي، لكن فعلا دي ساعدكم الساعة اللي بيقع فيها الظلم. وبعد كلامه ده قبضوا عليه وساقوه لبيت رئيس الأحبار، وبطرس كان متابعه من بعيد. وهناك في الحوش حرس رئيس الأحبار ولعوا لهم نار وقعدوا كلهم جنب بعض عشان يتدفوا بيها، وبطرس كان قاعد معاهم كمان. وواحدة من الخدامات شافته قاعد وركزت نظر عليه وقالت: آي الراجل ده كمان كان مع عيسى، أنا شفته. يا ولية صدقيني أنا ما كنت معاه ولا حتى بعرفه. وبعد شوية في واحد تاني شافه وقال له: ما بتعرفه شنو؟ انت واحد من حيران عيسى. لا ابدا يا راجل حرام عليك. وبعد حوالي ساعة في واحد تاني شافه وقال بإصرار: بكل تأكيد الراجل ده كان مع عيسى، لانه واضح من لهجته انه منطقة الجليل. يا راجل انا ما عندي اي علاقة بالموضوع اللي انت بتتكلم عنه ده. وقبل بطرس ما يخلص كلامه اديك صح، وسيدنا عيسى اتلفت وعاين لبطرس، وبطرس يتذكر لما سيدنا عيسى قال له الليلة قبل ما يصيح الديك انت هتنكرني 3 مرات، وطلع بر الحوش وبكى بكى شديد جدا. والرجال اللي كانوا حارسين سيدنا عيسى كانوا بيغطوا عيونه ويضربوه ويستهتروا بيه ويقولوا له: انت مش نبي؟ طيب اعرف اضربك. يا الله. الحراس ديل كانوا بيعملوا كده وكانوا بيشتموه ويلعنوه. ولما طلع النهار مجلس الشيوخ اللي هم رؤساء الأحبار والفقهاء اجتمعوا وساقوا سيدنا عيسى لمجلسهم. رئيس الأحبار قال له: إذا كنت أنت المسيح اللي حيملى الأرض عدل بدل الظلم قول لنا. طيب أنا لو قلت لكم ما حصدقوني، وإذا سألتكم أنا منه ما حد جاوبوني بالصح، لكن خلوني أقول لكم من دلوقتي إنه سيد البشر حيجلس عن يمين الله الغدير. يعني انت المسيح حي والله اختاروا؟ يعني انتوا عندكم شك في كده؟ يا جماعه بعد ما سمعنا منه فجوره ده مباشره احنا بعد كده ما محتاجين لاي شهود ضده. يا جماعه أعضاء المجلس ديل وكلهم من شعب بني إسرائيل قاموا ساقوا سيدنا عيسى ودوه لبيلاطس الحاكم الروماني لمنطقة يهوذا، وبقوا يقدموا للحاكم في التهم ضده وقالوا له: يا جناب الحاكم نحن لقينا الراجل ده بيحرض الناس ضدكم ويشجعهم على إنه ما يدفعوا الضريبة للإمبراطور قيصر، وكمان بيدعي إنه هو المسيح يعني هو ملكنا. وبيلاطس سأل سيدنا عيسى: أنت ولي أمر الشعب بني إسرائيل؟ وسيدنا عيسى جاوبه:
وبعد التحري بيلاطس قال لي رؤساء الأحبار والجمهور: يا جماعة أنا ما شايف أي أساس للشكوى ضد الراجل ده. طيب يا أولادي، ده كان مكان مناسب عشان نقيف فيه الليلة. والمرة الجاية بإذن الله نواصل. شكرا لك يا خالد. شكرا لك. شكرا لك. الله يخليك. الله يخليك. شكرا لك يا خالد. الله يبارك فيك. تحية زروق. إخراج تمادر شيخ الدين.